تعليم بلا حدود أرادت أن تعيد هذا التميز للإنسان السوداني بالقراءة، وأعلنت يوم القراءة في الخرطوم، يوم بيجتمعوا فيه طبعا مجموعة من عشاق القراءة في مكان محدد، بيتبادلوا الكتب، بيكون يوم للقراءة ونكون أمينين مع نفسنا. يمكن مقولة خير جليس في الزمان كتاب ما عادت منتشرة بصورة كبيرة أو ما عدنا نطبقها مع الإنترنت ومع القراءة عبر النت وعجلة الزمان المسرعة. يعني آخر مرة يمشي قريت كتاب متين؟ والله يا أخي أنا يعني دي أزيلة طبعا بتكون صعبة جدا طبعا، يعني ما أعرف السهام كلامي حقيقي صح؟ يعني أنه أنا محترفة، يعني أنا زمان يعني بحب أقرأ طوال المطالعة ولهواياتي، لكن الان انت اي حاجه طبعا من النت بسرعه بتطلعها. صحيح، عشان انا يعني نحن طبعا يعني مطالبين نكون في صدق ومصداقيه في الموضوع ده. انا كل يوم بيكون عندي نص ساعه كده للقراءه، لازم اقرا فيها يعني جريده، كتاب، اخش النت برضه. اكيد تكمل كتاب كامل، روايه كامله، لكن انا في حاجه، انا حاجه مهمه جدا، اذا اردت انيس وجليس فعليك بالكتاب. يعني انا بتونس بالقراءه، شفت كيف؟ يعني بكون مبسوط كده وانا قاعد لما بقرا، بتونس كده مع كان بناقي الكتاب ده، بنقعد نتونس ونفتح حوار مع بعض يعني. خير صديق. فبالتالي النص ساعه دي الكتاب ما بقعد معي ممكن شهر كامل اقول انا بقرا يعني. جميل، ده الكلام اللي كنت عايز ارجع لك به. وعموما احنا معانا الاستاذ ناظم كمال الدين، المنسق الاعلامي لفعاليات يوم القراءه. مرحبا بك وتهانينا على الفكره الجميله دي. مرحبا بكم انتوا في داركم، وسعيد انه الليله اكون ضيف على برنامج مساء جديد، وسعيد أكثر بأنه أنا الليلة جاي أتكلم عن يوم القراءة. نعم. والفكرة سودانية خالصة؟ لا، الفكرة سودانية خالصة جدا جدا، وهو يوم القراءة واحد من المبادرات المقدمها مجموعة تعليم بلا حدود. ومجموعة تعليم بلا حدود هي مجموعة شبابية موجودة على الفيسبوك، ومجموعة شبابية بتهتم بقضايا التعليم. كويس؟ تعليم بلا حدود عندها كمية من المبادرات اللي بتهتم بانها تشجع المجتمع بانه يهتم بالتعليم. عندها مبادرات بتتكلم عن الكتاب المدرسي، عندها مبادرات لتحسين البيئه التعليميه. واحده من المبادرات المميزه جدا جدا هو يوم القراءه. جميل. طيب جميل. اليوم ده فيه تفاصيل كثيره جدا احنا هنتكلم فيها، لكن عندنا محطه نتابع ورجع نواصل مساء جديد، فخليكم قريبين. الخير أمجد وسهام مرة تانية من داخل الساحة الخضراء بالخرطوم، نشهد فعاليات اليوم العالمي للقراءة يحمل شعار أهو القراءة لأن لي في هذه الدنيا حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفي. هذه الفقرة والحلقة الموجودة وسطها الآن لروح الراحل المقيم الكاتب السوداني محجوب شريف رحمه الله، وأيضا هناك العديد من الحلقات تحمل العديد من أسماء الكتاب السودانيين والعرب وغيرهم من الكتاب الأجانب. أيضا هناك مجموعة باسم الراحل المقيم رحمه الله بهنس، وأنا الآن وسط مجموعة الراحل المقيم محجوب شريف رحمه الله، دعونا نشاهد. نلاحظ انه كل الشباب موجودين مقسمين لحلقات، كل حلقة بتتكلم عن كاتب او شاعر معين، واليوم مهدى للراحل بهنس. هل كل المجموعات دي بتشارك قراءات لبهنس، ولا كل مجموعة بتقرا بس للكاتب اللي هي مخصصة فيه؟ يعني فيما يخص اليوم ديل كل الشباب الموجودين ديل هم اي واحد، يعني اي مجموعة بكون فيها موجود شاعر او موجود قاص او موجود كاتب او موجود يعني مجموعة مهتمة بالكتب. خلينا نذكر على بشيء من السرعة بأنه في كثير من المجموعات الناشطة في السودان وفي الخرطوم تحديدا تخصص الأساسي هو الاهتمام بالكتاب، فالناس الموجودين هنا هم كلهم يجمعهم حب الكتاب. المميز في هذه السنة بأنه انتقل الاحتفال من الاحتفال بالكاتب من الاحتفال بالكتاب للاحتفال بالكاتب نفسه، وانا اظن بان هذه يعني نقله سبق فيها السودان كثير من الدول، لانه كثير من الناس او كثير من العواصم حينما تحتفل بيوم القراءه يكون الامر اشبه بالامر البروتوكولي، بانه الناس بتجي بتقرا لها كتاب وناس بتمشي، لكن ما فعل اليوم هو كسر الحاجز بين القراء، وخصوصا بانه القراء السودانيين، انا بفتكر ان القراء السودانيين بحاجه ان يعرفوا بعضهم. الحاجه الثانيه
انه دائما الكتاب لما الواحد ينتج النص بتاعه بيكون في توق وفي شغف ليقرا ما كتبوا على وجوه وعلى عيون الناس. فما حدث اليوم هو عباره عن مواجهه مباشره ما بين الكاتب وما بين ما تركوا من اثر في عيون الناس وفي افئدتهم. مشهد ثقافي جميل يدل على انه الخرطوم ما زالت بخير وما زالت الثقافه في متناول الجميع، وحلقات تبادل معرفة وتبادل كتب وتبادل آراء. وأنا أعتقد أنه الجيل القادم جيل مبشر بأنه هيعود للوطن وللعقل الوطني والعقل السوداني والشباب السوداني ما نفقده من ثقافة ومن كتاب. وده تحدي كبير لكل الإدعاءات اللي بتفترض أنه الشباب السوداني بعيد جدا من الكتاب. الناس جايه تقرا، جايه تكون علاقات ثقافيه جديده، تتكلم عن كتاب معينين. عندنا حلقه باسم بهنس، حلقه باسم الطيب صالح، حلقه باسم شاعر الشعب محجوب شريف، حلقه باسم حميد، حلقه للكتاب العرب ايضا. يعني ما قادرين حتى نحصر احنا، ما شاء الله كل شويه بيجيونا ناس عندهم كتب زياده وجديده علينا، فبنشيل لهم حلقات عامه. فانا بشكر كل الشباب اللي شاركوا، بشكر كل المنظمين اللي قاموا على العمل ده، عمل كبير ان شاء الله يكون مستمر. واتمنى انه يكون يوم وطني، يوم قومي ثابت، كل سنه احنا نحتفل بيوم القراءه في السودان. شكرا مخرجنا دفع الله حامد وفريق البرنامج على هذه المادة، وأكيد الشكر للزميل الرتاج وضيوف الكرام. أستاذ ناظم، هو عمل جميل يثلج الصدر. عايزين نرجع للبدايات، الفكرة كانت كيف؟ الفعاليات بالتيم كيف؟ أنا عرفت أنه دي السنة الثالثة لكم، والنداء لكل المشاركين دي ما شاء الله عبر الوسائط اللي بتستخدموها للنداء بتكون كيف؟ كويس. التعليم بلا حدود في الفترة اللي فاتت أو من بداية نشاطها كانت بتستخدم الوسيلة بتاعت الفيسبوك، وهي كانت وسيله فعاله جدا جدا في انك انت تنظم لك فعاليه كبيره، بالذات لما تكون مقدم فيها دعوه للناس، بس ما بتحاول يعني دعوه عامه لكل الناس، وبتقدر تصل للناس لحد عندهم الدعوه دي. الفكره جات في 2012 بانه نحن يا اخي ما دام بنشتغل في المدارس وكذا نعمل لنا يوم للقراءه للتلاميذ، دي كان اول الفكره كده، او نعمل لنا يوم بتاع قراءه للمجموعه او افراد المجموعه بس. فجاء الشباب ضافوا الفكره طوال ليه نحن ما نقدم الدعوه للمجتمع في مكان عام نمارس القراءه. فطوال اشتغلنا على الحاجه دي، يعني قدم الفكره كان عبد السلام الحاج وهو منسق الفعاليه. بدينا في يوم 6/10/2012 انه نحن نقول للناس شيل كتابك وجيب معاك اصحابك، يوم 6/10 في الساحه الخضراء. شيل كتابك وجيب اصحابك. جيب معاك اصحابك. قدمنا الدعوة دي للناس، مشينا لكل المنتديات، وصلنا لهم الرسالة. وكنا في البداية يعني قلنا نحن حيجونا في العادي كده حيجونا أفراد المجموعة هم ذاتهم، وحيزيدوا عليهم 50 نفر من المجتمع، ولو كسرنا الدنيا كده حيجونا 500 نفر. اتفاجئ انه يوم 6/10 في الساحة الخضراء كان في أكثر من 1500 شاب وشابة، وفي لا مش شاب وشابه كمان عشان ما حدد، في بتلقى الاطفال، بتلقى الاسر، بتلقى الناس الكبار، اكثر من 1500. في تبادل بين الناس بالكتب وكذا ولا كيف؟ يلا نحن في المشروع ده قاصدين انه نحن نشجع الناس على القراءه في الاماكن العامه. التبادل بتاع الكتب وتبادل المعرفه دي حاجه بتحصل طبيعي، يعني انا اول ما اجي اقعد مع ناس بيشاركوني نفس الاهتمام نقعد نتناقش ونتبادل الافكار. بعد كده يا خليك الله انت الكتاب اللي عندك ده هو شنو؟ اديني له، انا اديك الكتاب اللي عندي وانت تديني الكتاب اللي عندك. حتى الكتب الالكترونيه الناس كانت بتتبادلها مع بعض. اليوم نجاح كبير جدا جدا احنا ما كنا متوقعينه، وكان اقوى حاجه فيه انه مشاركه المجتمع فيه. يعني احنا في تعليم عندنا اهم حاجه في تنفيذ المشاريع انه المجتمع هو اللي يشارك في تنفيذ المشاريع دي. فكان الـ 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 اليوم الاول او الفعاليه الاولى اكدت لنا انه الناس لسه يعني الخرطوم لسه بتزال انها هي او بتظل انها هي لسه بتقرا، والمجتمع مهتم بالقرايه. جميل. طيب انا في سؤال حزلك ليه، انه يعني لما شفتوا كميه الناس اللي جات دي، وطبعا زي ما قلت اي واحد جايب كتابه معه، عاوزين نشوف الكتب دي كلها لما تجمعت كده في الساحه الخضراء شنو التبادل اللي تم، وانتم نظرتكم زادوا للموضوع ده في انه يطور لقدام كيف؟ لكن بعد ما نستمع للحن ده بنهديك
هذه وليك ولكل سادة المشاهدين ونرجع نتواصل في مساجد لكم بار. Souvenir que la lune m'a donné illumine le chemin de rêve à venir. Tes yeux tendres voient où n'est pas m'invisible et ta disbouche la goutte. Le souvenir que la lune m'a donné illumine le chemin. Le rêve à venir, tes yeux tendres voient où n'est pas m'invisible et ta douce bouche, la goutte. La chaleur, le cri du secours. Ma muse entraîne faire revivre les heures difficiles de notre vie basée. Montre-nous comment la planète peut vivre. Montre-nous comment la planète peut vivre. Montre-nous comment la planète se déplace ensemble. D'où vient ce désir? Et beaucoup à la vie, beaucoup à la vie. Danse à l'intérieur de moi, comme de lumière, comme de lumière. D'où vient ce désir? D'où vient ce désir? Et beaucoup à la vie. Pourquoi la vie danse à l'intérieur de moi comme de lumière? Diable près, ma chérie, et laisse tout parfum seul planer dans l'air. Car le parfum, tout le monde le connaît, mais il reste un secret fasciné. ونور على الفنان الشامل محمد حسين بهنس. ويمكن الفعالية الثالثة ليوم القراءة في الخرطوم كانت باسمه هو وفاء. جميل جدا ومبادرة رائعة من هؤلاء الشباب، شباب تعليم بلا حدود. أمجد أنت كنت عندك سؤال قبل ما نطلع على اللحن. أنا كنت أسأل يعني في أنه أنتوا يعني شنو لما دعيتوا كل المجموعة اللي جات، أي واحد طبعا شايل له كتاب، لكن خلينا نعلق برضو على الراحل بهنس برضو في الموضوع ده وبعدين نجي نواصل. أنا طبعاً أول حاجة بشكرك شديد على إنك أهديت لي الغنية دي وهديتها لمجموعة التعليم بلا حدود. نحن في الفعالية الثالثة قدمنا الفعالية الثالثة كلها لروح الفقيد الفنان الشامل محمد حسين بهنس لمشروعه الفني والأدبي الرائع
قدموا باسم السودان وقدموا للسودانيين والبصمة الخطاء في حياتنا. نحن في الفعالية الثالثة زامناها مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وكان ده مننا تقديرا لكل الكتاب السودانيين أو لكل الكتاب الكتاب عموما كده لأثرهم الخلوه في البشرية. ومحمد حسين بهنس له أثر طيب علينا نحن جدا، شكرا لك. الله يخليك، شكرا لك. طيب بالنسبة للسؤال، في أنه لما دعيتك يعني الناس جات بكثافة هائلة جدا، وأي واحد ماخذ كتابه في يده، كمية المجموعة الكبيرة جدا من الكتب دي، الناس تداخلت كيف في الموضوع؟ كويس. نحن في البداية يعني كنا مخططين لأنه الناس تقعد في شكل بتاع حلقات جميلة، تمام؟ تمارس الرمزية بتاعت القراءة. يعني أنا ليلة بجي بقعد مع مجموعة أول مرة، بقوم أول ما أقعد معهم بخلق الإلفة بيني وبينه بأنه أنا أقعد أقرأ زي 40 دقيقة. بعد الأربعين دقيقة بنقعد نتعرف على بعض، بعد كده بنجي نتناقش على الكتاب اللي أنا شايله. فأنا شايل كتاب بتاع تاريخ، أنت كتاب بتاع فلسفة، أنت شايل رواية، أنا ما بحب القراية نهائي لكن جاي أشارك معاكم وأحب القراية. أيوة. أي. فدي دي الطريقة اللي احنا قدرنا نخلق بها الإلفة بين المجموعات القارئة، بأنه احنا شكلناها في شكل بتاع دوائر. فكان الدائرة بتكون هي أول حلقة بتكون فيها زي 15 نفر. جميل. المشاركة تعدد حدود توقعاتكم، وكانت المشاركة من الولايات ومن دول أيضا، الدوحة، الرياض، يعني على حسب حديثك. يتكلم عن المشاركات دي وعن رؤاكم المستقبلية للمجموعة، أكيد ده تحدي كبير يعني أمامكم. كويس. الفعالية الثانية، أنا بس هرجع للفعالية. الفعالية الثانية كنت أنا في الدمازين، طلعت من الدمازين الساعة 6 صباحا عشان أصل الخرطوم، هنا وصلت الساعة 3 تمام عشان أحضر الفعالية الثانية. الفعالية الثالثة سافرت مدني عشان أمشي أحضر الفعالية الأولى ليوم القراءة في ود مدني. السنة دي كانت مميزة جدا جدا، وكانت العدوى بتاعت القراءة ضربة الجزور في كل السودانيين. يعني الأبيض كانت مشاركة، الدويم كانت مشاركة، القضارف كانت مشاركة، ود مدني، بورسودان، الخرطوم، حتى السودانيين في الدوحة أسسوا ليوم القراءة في الدوحة. بعد شهر تقريبا السودانيين في الرياض أسسوا يوم القراءة في الرياض. السودانيين في الإمارات الليلة كانوا بيتواصلوا معانا بأنه هم دارين يعملوا يوم قراءة. فأنا متأكد أنه بعد شوية السودانيين في كل العالم حيعملوا يوم قراءة في المحل اللي هم موجودين فيه. ودي نحن بنعتبر أنه السودانيين لسه عندهم البصمة اللي بيخطوها في محل ما يمشوا، عندهم بصمتهم اللي بيخطوها. دائما مبادرين ودائما خلاقين. طيب أخيرا كده، شنو من الخطط المستقبلية أنتوا عملتوها أو جهزوا فيها؟ وبالنسبة لليوم 23 اللي فات رأيكم كان فيه؟ والله أكبر نجاح نحن حققناه إنه الفعالية طلعت برا الخرطوم. في الفعالية الفاتت أو فعالية بتاعت 23، خططنا المستقبلية نحن حنستمر في إنه نحن نشجع المجتمع على القراية. عندنا إن شاء الله في نص شهر 5، ودي هنا الدعوة أنا بقدمها لكل الكتاب الشباب، بأنه هيصدر أول كتاب إن شاء الله ليوم القراءة، هيكون فيه الكتابات بتاعت الكتاب الشباب. عندنا لجنة بتاعت التحكيم، إن شاء الله لما نفتح الدعوة ده هنقدمه برضو لكل الناس إنه يشاركوا في الكتاب ده، وحدي هتكون أول طبعة علينا. عندنا إن شاء الله عدد من المحاضرات والمؤانسات، عندنا مؤانسة بتاعت كتاب دي حتكون برضو شهرية، دي برضو إن شاء الله لما مؤانسة الكتاب دي جميلة، دي اللي هي كبيرة أنا قلتها. طيب كلمنا عن المؤانسة دي، يعني أنا دارك تستفيد في الموضوع في زمن يعني المؤانسة نحن عملناها. كان معنا الأستاذ الجميل الرائع عبد الغني كرم الله عن عوالم القراءة والكتابة، كانت مؤانسة يوم 19/4. فالأستاذ عبد الغني كرم الله كان أتحفنا بعوالم القراءة والكتابة، وهي مشكلة يعني كانت ونسة، وأحلى ما يمكن أنك أنت تمشي تقعد مع ناس بتكلموا عن عوالم القراءة والكتابة. يعني قبل أنت كنت بتتكلم معي يعني أنه أنا بتونس بالقراية والكتابة. القراية من الميز بتاعتها أنها هي بتخصب الخيال بتاعك، وبتخليك أنك أنت تنقل الحروف دي من مجرد حروف لصور. صحيح. فأنا
الاستاذ عبد الغني كرم الله كانت هشنا في اليوم ذاك لما هو يعني انك انت بتقرا بتحولها لصور وانت كاتب تخيل انك انت بتنقل الصور والاحاسيس بتاعتك لكتابه. فكانت مؤانسه جميله جدا جدا. نحن حنقدم دعوه برضو للناس في الايام الجايه ان شاء الله. عندنا مؤانسه ثانيه وعندنا ثاني عندنا ورشه حنعملها برضو ان شاء الله حتكون في نص الشهر شهر 4 الجاي ان شهر 5 معلش عن الكتابه الابداعيه. وكل ودي حاجه خاصه لناس النيل الازرق وكل الفعاليات اللي نحن حنجي نعملها حنجي نوريكم انتوا اول الناس. والله دي حاجه نشكركم على اختصاصنا بمفاجاتكم وبجديدكم. ما شاء الله رؤاكم وافكاركم وطموحكم اكبر يمكن من سؤال كنت عايز اساله عن انه يعني في الفعاليه الاولى والثانيه والثالثه هم في فرق بينهم. الثالثه اكيد جعلتكم تفكروا في الكاتب السوداني نديه حظه. ما احنا قلنا الخرطوم اصبحت الان تكتب وتطبع وتقرأ، ما عايزين نكتفي بالقراءة بس. المكتبة السودانية تحديدا مهمتكم تجاهها شنو؟ نحن في يوم القراءة أو في تعليم بلا حدود بنحاول إنه نشجع كل الناس، يعني نحن نشجع الإعلام يتكلم عن أهمية القراءة، نحن بنشجع المراكز الثقافية إنها تعمل مكتبات، نحن بنشجع الحكومة على إنها تشجع يعني تقوم بدور المنبه في موضوع القراءة والكتابة، نحن بنشجع الشركات الخاصة بإنها هي تدعم القراءة. عندنا يعني عندنا مبادرات قائمة وبيجون الناس يعني فينا الجهات اللي بتحب القراية ودايرة تنشر الثقافة دي. أول ما تجينا بتقول لنا أخ أنا عندي مكان عايز أدي لكم عشان تعمل فيه مكتبة. ما في مغر دائمة الآن صحيح؟ حاليا ما عندنا مغر، نحن في مجموعة التعليم. وإذا عايزين يجوكم يسألوكم يشاركوا معاكم كيف الطريقة؟ نحن عندنا الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك اللي هي تعليم بلا حدود السودان أو Education Without Border Sudan. عندنا الجروب بتاعنا في الفيسبوك يوم القراءة كمشروع عنده صفحة براءة اسمها اليوم القراءة Reading Day. بتجي تلقى فيها كل الأخبار بتاعتنا أو فيها كل الـ يعني كل الأتيام في الولايات حتى برا السودان. نحن ساعين يعني عندنا اتجاه واستراتيجية هسه بدينا نخوض فيها بأنه نحن يكون عندنا اتجاه أفريقي قوي جدا، اتجاه أفريقي قوي في أنه نحن ننشر ننقل العدوى بتاعت القراءة لكل الدول المحيطة بالسودان بأنه يكون عندها يوم بتاع قراءة خاص بها. هي عدوى كويسة جدا بمناسبة ننقل العدوى دي. طيب تعالوا أستاذ ناظم ذكرتني بتفاصيل أنه قصة الكتابة الزمان في اسواق ام درمان المكاتب الكبيره اللي انت بتشيل باسبوع باسبوع بتشيل كتاب وبتبدل بترجع ولو انت عندك بتديه والجمعيات الادبيه برضه اللي كانت في المدارس الحاجات دي والله احنا يعني اشتقنا ليها جد يعني ترجع ثاني لانه افتكر انه برضه بتقوي الموضوع ده. ده كلام صح. مجموعه التعليم عندها مشروع اسمه مشروع المكتبه المدرسيه والهدف منه ان احنا نرجع القصه بتاعت المكتبه المدرسيه. في حاجه مهمه شديد انه احنا بنحاول في المشاريع بتاعتنا انه نحن نشرك المجتمع. المكتبه المدرسيه لما جينا نشتغل عليها كنا بنقدم الدعوه للناس انه يتبرعوا لنا بكتب. جميل. ده يوم مفروش تقريبا اللي حدثناه عنه، هي فكره رائعه جدا وافكاركم كلها جميله بصراحه، واحنا سعيدين بك جدا الاستاذ ناظم كمال الدين المنسق الاعلامي ليوم القراءه. مرحبا بك. انا بشكركم كلكم وبشكر قناه النيل الازرق ومشاهدي مساء جديد. شكرا لكم للاستضافه. لك التحيه اكيد ان شاء الله لنا لقاءات اخرى معك. حان الان موعد نداء اذان المغرب وعلى مشاهدينا في الولايات مراعاه فرق الوقت.